التحضيرات صرنا من ابريل، بروجرام ماشي فيه كتير منيح، متحضر بشكل كتير انتنسيف، الشباب كتير عم يتحسنوا، ماشي حالنا كتير منيح بالتحضيرات. الاكسبكتيشنز تبعنا انه نحط كل شيء عنا، نروح رايحين نقاتل لاخر لحظة ونجرب نعمل احلى ريزولت. ثاني سنة بتاريخ لبنان نوصل بالأندر 19 على بطولة العالم. حظوظنا هي أون ذا سبوت، رح نقدر نجرب نعطي قد ما فينا نقاتل. هن they are more than ready. وأنا على طول بقول لهم it's not just about basketball and skills and كل شيء، هو it's about discipline and ethics and قديش نحن mentally ready to go and play there. هيدي أهم من الباسكت. نحن التارجت تبعنا كلنا ككوتشنج ستاف انه ننسق سوا حتى قد ما فينا نحافظ على البرفورمنس ونروح لهونيك انجري فري. مين كان قبل الجيم نحن في عنا ويك اب سيشن بنعمل حتى اللعيبه يكونوا فايتين فريش، ان كان فيزيكلي وان كان منتلي على قلبي. يعني مثل ما بتعرفوا نحن هونيك الجيمز يمكن باك تو باك يكونوا الجيمز، سو قد ما فينا بالتناسق انا والفيزيو نجرب قد ما فينا نعمل لهم ريكفري مضبوط للعيبه حتى يفوتوا ريدي. الشباب للورلد كاب اهم شيء عم ننتبه during the practice ما يصير في انجري، اذا حدا عنده انجري عم يجرب تحسن وضعه، اهم شيء ريكفري تما يصير في انجري بعدين.